اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. كمان النهارده هتختتم لعيبه فريق نادي الزمالك تدريباتها بقياده البرتغالي فيريرا على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله استعدادا لمواجهه ايسترن كامباني في الدوري، وهيعلن فيريرا قائمه المباراه بعد ما التدريب هيخلص النهارده. ونجح المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في تحقيق 8 ميداليات خلال منافسات البطولة الإفريقية للكيك بوكسينج، وحصد لاعبة منتخبنا 4 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضة وميدالية برونز، وحجزوا 3 مقاعد في بطولة الورلد جيمز اللي هتتلعب في المملكة العربية السعودية السنة الجاية 2023. وخلونا نبدا اخبار الرياضه العالميه مع فريق برشلونه الاسباني اللي حقق الفوز على فريق بلد الوليد بنتيجه 4-0 في المباراه اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجوله رقم 3 من مواجهات الدوري الاسباني الموسم الجديد. سجل نجم البولندي ليفاندوفسكي الهدف الاول لصالح البارسا في الدقيقه 24، بعد كده سجل الهدف الثاني بدري وده في الدقيقه 43. بالنتيجه دي بيحتل برشلونه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 7 نقاط، وفريق بلد الوليد في المركز 19 في الترتيب ورصيده نقطه واحده بس. كمان فاز ريال مدريد على اسبانيول 3-1، وده في المباراه اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجوله الثالثه من الدوري الاسباني. ولسه مع الدوري الاسباني، وفريق فياريال اتعادل بنتيجه 0-0 مع فريق ختافي، وبالنتيجه دي فياريال رصيده 7 نقاط في المركز الرابع، وختافي في المركز 18 برصيد نقطه واحده. ومن الدوري الاسباني تعال نروح للدوري الانجليزي الممتاز، وفريق توتنهام حقق الفوز على نوتنغهام فورست بنتيجه 2-0 في المواجهه اللي لعبوها ضمن منافسات الجوله الرابعه من الدوري. سجل هاري كين نجم توتنهام هدفين المباراه، وبكده بيحتل فريق توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 10 نقاط، ونوتنغهام في المركز 14 برصيد 4 نقاط. كمان فاز فريق وستهام على استون فيلا بنتيجه 1-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على ملعب فيلا بارك، وده سجل هدف وستهام بابلو فورنالز في الدقيقه 74 من احداث الشوط الثاني، وبكده حقق وستهام اول 3 نقاط في البطوله. اما فريق وولفرهامبتون فتعادل مع فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجه 1-1 في المباراه اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجوله الرابعه من البطوله. بالنتيجه دي ارتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطه الثانيه في المركز اللي قبل الاخير، ونيوكاسل حقق 6 نقاط وبيحتل المركز السابع في البريمير ليج. وفي الدوري الفرنسي، فريق نانت المحترف في صفوفه نجم المصري مصطفى محمد حقق الفوز على فريق تولوز بنتيجة 3-1 في المباراة اللي اتلعبت بين الفرقتين، وبالنتيجة دي أصبح نانت في المركز 11 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط، وفريق تولوز في المركز العاشر في الترتيب بنفس الرصيد وفرق الأهداف. وسجل مصطفى محمد أول أهدافه في الدوري الفرنسي بعد نزوله ب9 دقائق، وشارك في الدقيقة 46 بعد ما دخل بدل زميله ماركوس كوكو. وكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وهدير عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.